يا مساء السعادة على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبطال مجنة. النهاردة هنفتح ملف مهم جدا، حابين ان احنا نتكلم فيه ونسمع آراءكم وندخل نعمل مداخلات ونتكلم فيه، هو الإدمان. الإدمان يعني الاستسلام، الاستسلام الجسدي والنفسي لعادة أو أدوية أو نشاط، حيث يصبح العيش متوقفا عليها عضويا ونفسيا وبيصعب تركها. خلاص حاجة أنا خدت عليها مش قادر أوقفها ولا قادر أبطلها. الإدمان ما بقاش مشكلة، الإدمان بقى ظاهرة للأسف. الإدمان هو مش إنك تنسى نفسك وتسيب معالم شخصيتك وتمشي من غير نفسك، الإدمان هو إنك تبقى في صراع نفسي طويل مع ذاتك. الإدمان يعني ضياع وموت ودمار وكل معاني فيها نهايات، وعلى العكس منه التعافي، في معاني الحياة والنجاح والأمل. عشان كده حبيت ان انا النهاردة افتح معاكم الملف المهم ده، حابين ان احنا نتكلم في كل التفاصيل، ايه هو الإدمان، ايه مفاهيمه ونظرتنا المغلوطة في مجتمعنا. طبعا احنا عرفنا الإدمان بشكل مبدئي، بس عايزين نتكلم عن المفاهيم المغلوطة عن الإدمان في مجتمعنا. احنا الموضوع بقى بالنسبة لنا وصمة عار، يعني حد عنده حد مدمن لشيء ما، فخلاص هو ده بالنسبة لي وصمة عار، انا بحاول اداريه من المجتمع لحد ما يتعافى. بس للأسف هو حتى لو تعافى فبيخرج تعبان نفسيا مش قادر يواجه المجتمع. عشان كده احنا يعني حبينا ان احنا نفوكس على الموضوع النهاردة ونتكلم فيه بكل تفاصيله ونعرف اراء برضو الطب في الموضوع، سواء الطب النفسي، سواء ان احنا برضو هيكون معانا متعافي، معانا مداخلة الدكتور احمد علام استشاري الصحة النفسية والأسرية. اهلا بحضرتك يا استاذه هبه، واهلا بكل الساده المشاهدين الاعزاء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ احنا يا دكتور النهارده فاتحين ملف مهم جدا وهو الادمان، حابين نعرف يعني ايه المفاهيم المغلوطه عن الادمان في مجتمعنا، وازاي يعني المدمن بيحاول ان هو يواجه المجتمع بعد ما يتعافى. هو طبعا انت حضرتك لمست نقطه كويسه جدا وجميله جدا، وانا سامع حضرتك ان حتى بعد التعافي المدمن عنده مشكله، وهي دي اهم مفهوم مغلوط، ان انا ممكن في وقت من الاوقات اقلع عن الحاجه اللي انا بتعاطاها بسهوله، وده اللي بيبقوا فاكرينه في الاول. فطبعا ده من اهم المفاهيم، ان انا هقدر اقلع في اي وقت. لا، انت ما تقدرش تقلع في اي وقت، انت بتتعب كتير جدا عشان تقلع، تحتاج لعلاج، تحتاج بعدها لعلاج نفسي، وبعد ما تتعافى هتخش في مشكله ثانيه. وانا يمكن لما بيجي لي حد يا استاذه هبه في ناحيه الارشاد الاسري، ويكون مثلا عايز ترتبط بواحد تقول لي ده هو كان مدمن وتعافى من سنتين، الموضوع بقى بالنسبه لنا في مجتمعنا وكانه وصمه عار. يعني ما هو فعلا يعتبر، لا احنا بنتكلم طالما تعافى، يعني احنا بنتكلم في واحد متعافي. الواحد المتعافي ده للاسف بيبقى عنده مشكلات نفسيه ومشكلات عقليه بعد ما تعافى، هو خلاص بطل ومش هيشرب وقدر ان هو يقلع عن الادمان، لكن هيبقى عنده برضه مشكلات نفسيه ومشكلات حتى ممكن تلاقيه عصبي زياده عن اللزوم، ممكن تلاقيه مكتئب، ممكن تلاقيه بيقعد فترات لوحده، ودي حصلت كتير جدا، ويجي لي مشكلات كده تبص تلاقيه يقول لك قفل على نفسه الباب الاوضه، قعد بالثلاث اربع ايام ما بيكلمش حد، هو كان قبلها كان مدمن متعافى بعد يعني بقى له مثلا فتره طويله، بقى له سنتين ثلاثه اربعه. عشان كده بقول من حقه ان هو يرتبط، حقه ان هو يكون اسره، حقه ان هو يشتغل ويعمل كل حاجه، ولكن نتاكد منه شويه، يعني ايه ما نروحش نتجوز بسرعه، يعني نخليه يقعد يكون في فتره اطول للتعافي تحت الاختبار. بيني كان انا مثلا كخطيبه هتخطب لواحد يعني فتاه، تنتظر بقى تجربه لمده سنه مثلا، تعمله في اختبارات مثلا، تشوف هيتعصب ولا لا، شوف هيعمل الحاجه الفلانيه، شوف طريقته هتبقى عامله معاها ازاي، شوف طريقه تفكيره هل هي منطقيه ولا تفكير كده يعني بدون اي ثوابت وبدون اي ضوابط. الحاجات دي كلها احنا بنقولها على الاقل تقعدي سنه في اختبارات قويه مع هذا الشخص، وانت في مرحله الخطوبه طبعا كمرحله خطوبه.
ثم بعد كده يجي الارتباط. كمان في الشغل نفس الكلام، انا لما يجي لي حد برضه احط تحت الاختبار، مش 3 شهور، انا احط الشخص اللي عليه 3 شهور تحت الاختبار، لو انا جاي لي مدمن يشتغل ما فيش اي مشكله واهلا بيه، ولكن احطه تحت الاختبار 6 شهور، ابقى عايز ان انا تمام اتاكد من ان هو مش ان هو هيبوظ حاجه تعافى بتعمل تماما مشكله، يعني. ان هو متعافي من الادمان. ولكن هل الادمان لما كان بيتعاطى سبب له هذه المشكلات، سبب له حاجه في عقله، سبب له حاجه في النفسيه، او مرض نفسي او مشكله نفسيه مش قادر يتخلص منها، ده هي تبقى المشكله بتاعته. فبالتالي دي حاجه انا بقولها، ده بالنسبه لنا احنا يا جماعه من البدايه، يعني ايه اللي يدخلني في هذا الموضوع، وايه اللي يخليني ان انا امشي في سكه انا عارف طريقها خطا في الاخر، صح هفقد فلوسي وهفقد صحتي، وفي الاخر بالظبط. انا اللي هصلي مهما بالتعافي كانت وهتعب. الضغوط، مهما كانت الضغوط، مهما كان اللي بيمر بيه، مش هو ده الملجأ يعني اللي يلجأ له. الادمان مش حل، الادمان هو مشكله ومشاكل كتيره مع بعض. اللي فعلا بيعتقد ان هو انا بلجأ للطريق ده عشان حل مشكلتي لا، او هو الهروب من بيلجأ له مشكلتي، عشان يخلق حياة خيالية مش الحياه أكتر، الخياليه دي هيعيش فيها فتره ثم بعد كده هيتعذب بيها على طول، وهيقوم على واقع أليم حقيقي. هيقوم على واقع عليم. انا يعني طبعا طبعا مصطلح جميل جدا من حضرتك يا استاذه، ميرسي جدا، هيقوم على واقع عليم. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور على مداخلتك الجميلة، شكرا جدا. نطلع فاصل ومعانا مداخلات تانية كتير. رجعنا لكم من تاني بعد الفاصل، معانا استشاري علاج نفسي وادمان مش بس كده، واخصائي علاج الادمان بصندوق مكافحه المخدرات، معانا ومعاكم دكتوره اميره هريدي، وكمان معانا بطل حلقه اليوم النهارده وهو متعافي. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا وسهلا دكتور، بيكي. نورتين. اهلا بيك يا حسن، نورتنا. دكتور طبعا احنا النهارده فاتحين ملف مهم قوي، وحابه اتناقش مع حضرتك في المفاهيم المغلوطه عن الادمان في مجتمعنا. اولا انا برحب بيكي استاذه هبه، ميرسي جدا، وبشكرك على التقديمه الجميله دي، ميرسي لحضرتك. وبشكرك ان انتي رحبتي بضيف عزيز جدا ومن ابطال المجال اكيد حقيقي اكيد طبعا حسن. اكيد. وقبل ما نبدا في المفاهيم المغلوطه، احنا حابين نتكلم الاكتر عن يعني ايه هو ادمان، يعني عشان الناس تبقى فاهمه. الادمان مش مشكله، الادمان بقى ظاهره، والظاهرة فعلا بتبقى حجمها أكبر بكتير من المشكلة، بتبقى محتاجة تدخلات وجهود مش بس فردية، هي جهود مؤسسية وعلى مستوى ونطاق واسع جدا. مشكلة الإدمان هي مش حد بياخد مخدرات أو مادة بعينها، ولكن الحالة بتاعت الاعتماد النفسي والقهر والاستعمال القهري، وقد إيه إن الإنسان بيبقى ضعيف قدام شيء هو محور حياته، فطبعا بيبقى في مفاهيم مغلوطة بقى في الجزء ده، ان الناس بتفتكر شوية حاجات ان الادمان ده سهل يتعالج، ده بسيط. طبعا تمام، احنا بس لما بنشرب قهوة وبنتعود عليها كل يوم، خلاص بتبقى بالنسبة لنا كعادة لازم كل يوم، بالظبط بالظبط، فبيكون بتبقى عادة صعب ان احنا سلوكية. بالظبط. لكن انتي اثرتي موضوع حلو جدا وسؤال، اللي هو المفاهيم المغلوطه، لان المجتمع جزء من علاج الادمان. وزي ما انا بدات مثلا قلت لك ان الموضوع مش واقف عند علاج مؤسسي بس، لا دي مؤسسات وجهود فرديه مع جهود جماعيه، فالمجتمع بيكون ليه دور طبعا. الا ان المجتمع اوقات بيصدر صوره او في معتقد او في الاذهان راسخه كده الصوره عن الادمان، متصدره من كذا حاجه، عن السوشيال ميديا وبعض الافلام والكلام ده كله، متصدر صوره كده غلط عن الادمان، ان خلاص لو حبسناه هيتعالج، او لو صلى هيتعالج بقى تمام. لا خالص، لو منعناه من الدنيا وانه ما يشتغلش ويخرج ويتعامل مع الناس فهو كده هيتعالج، بالظبط كل دي طبعا طبعا مفاهيم دي مغلوطة. حاجات غلط، لان الادمان مرض زي اي مرض، بيأثر على المخ وبيأثر على على الوظائف النفسية كمان. التنفيذية وبيأثر على الحالة النفسية. فهو النهاردة مقهور قدام حاجة معينة، وفي صراعات نفسية جوه الفرد طبعا هو بيتأثر بيها جدا. فبالتالي يعني احنا لو احنا هنوجه
المجتمع كلمة هنقوله خليك يعني رفيق شوية بالفئة اللي طالبة المساعدة، وبلاش نستخدم السوشيال ستيجما أو الوصمة الاجتماعية. بالظبط. طبعا احنا عايزين يا دكتور نرحب بحسن، طبعا بجد بطل ويحتذى بيه وفخوره بيك جدا. حسن متعافي من الادمان بقالك كم سنه يا حسن؟ انا كده يعني حوالي سنه، بقالي سنه كده، ناقص لي ايام وابقى سنه باذن الله. حلو جدا ما شاء الله. طيب انا كنت حابه ان انت تحكي لي يعني تجربتك وازاي الدكتور قدرت ان هي تساعدك وتوصلك لبر الامان. هو انا يعني كان بالنسبه لحسن كتبطيل او كتعافي كحلم بالنسبه لي. انت كنت حابب وعايز ولا انت من جواك كنت رافض الفكره؟ لا انا كنت بشرب، يعني وانا كنت بشرب كنت متضايق، اللي هو اللي انا عايز اطلع منه بس مش لاقي طريقه تطلعني منه. صراع يعني نفسي بقى، اللي هو عايز اللي هو ابطل انا مش عايز قادر بس مش ابطل. لاقي الطريق، مش قادر. لو مش قادر ما كنتش بطلت، لكن اللي هو مش لاقي الطريق، مش لاقي الحاجه اللي تبطلني. كنت بسمع حاجات كتير عن مصحات خاصه وعن حاجات كتير قوي وحشه، فاللي هي دي اللي شالت من دماغي فكره التبطيل. فلما ربنا كرمني بطريق الحكومي، طريق التبطيل الحكومي، يعني قلت اجرب. انا جربت حاجات كتير قوي، فقلت اجرب، ما جاتش على دي. فرحت بصراحه نسقت معاهم، وكان في كده اخصائي معايا برضو ساعدني وقال لي هنسافر وكده. قلت له ماشي انا مع حضرتك. قال لي هنسافر مركز في الغردقه وكده. قلت له ماشي انا مع حلو حضرتك. جدا. قلت له ماشي مع حضرتك، طالما هو ده ماشي انا معاك. انا جربت كتير، اخسر ايه على اكتر من خسران، هجرب. فبصراحه رحت وربنا كرمني، ربنا كرمني بهناك ناس كويسه، ناس دي جميله. كلها جهات حكوميه يا دكتور، صندوق مكافحه خلينا بس المخدرات برضو نوضح ان وبالاخص مش خاص. ما دفعتش فلوس يا حسن؟ لا ما فيش الكلام ده. لا 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 ما فيش تمام. الكلام ده خالص. هو كل اللي حصل مع حسن، اللي حسن راح المكان على حسابهم برضو، كل التحاليل عملوا لي التحاليل وكل حاجه على حساب حلو الحكومه، جدا. وانا ربنا كرمني ورحت المكان، اتعلمت هناك برنامج. انا كنت مفكر ان التبطيل اللي انا هقعد في مكان، اللي هقعد في مكان وهيتحبس وهقعد شهرين ثلاثه وهطلع، هطلع مبطل، انا كده خفيت. لكن اتضح لي هناك اللي انا ايه، اللي فيه برنامج لازم ادرسه ولازم اخده اسلوب حياه امشي بيه عشان ابطل. حلو جدا. برنامج في حياتي لا هاخده حسن يساعدني. كمان بطل يعني في المناطق العشوائيه كمان، ودي حاجه مهمه جدا. وانا يمكن هسيب لحسن المساحه في التعبير عن الجزء ده، لان انا حقيقي هو شريك نجاح، ويمكن انا بمتن كمان لزميل خاص ليا. ولو تسمح لي يا حسن اقول الاسم وانا مستاذناه، استاذ عمر صلاح او دكتور عمر صلاح. كل الشكر ليك طبعا، لان على هو دعمك حقيقي لحسن. كان من الناس اللي ساعدت حسن كتير جدا، وهو زميل عزيز. واللي عايزه اقوله ان المناطق العشوائيه قنبله موقوته، مش بس ظواهر الادمان، لا دي ظواهر كتيره جدا. منها يعني يمكن انا بنوجه طبعا تحيه لسياده الرئيس على تطوير المناطق على العشوائيه والمناطق المطوره، ودي اجنده هامه جدا. ولكن كمان مش الموضوع مش هيكل بنائي على قد ما احنا خلاص بقى كمان بنطور من الناحيه النفسيه ومن ناحيه حل المشكلات، ومنها ظاهره الادمان. فيمكن بصراحه كان في دور كبير جدا للخط الساخن. والجميل برضو اللي ما نقدرش ان احنا يعني نتخطاه دور الدوله، وان هي عامله الموضوع بشكل مجاني. يعني انت بس قول انا عايزه اتعافى وهتلاقي الف ايد وايد. لا وفي ابطال كتيره ورا الكاميرا النهارده، حسن بيمثل نموذج أكيد. منهم بمثل يحتذى بيه لاسره المحروسه في المناطق العشوائيه في مدينه السلام. كل الدعم وكل الشكر، وبمتن لهم جدا. وحقيقي حسن نموذج لقصص كتيره جدا لنجاح ورا الكاميرا. اكيد طبعا. انا كمان عايز اسال حضرتك يا دكتور، هل بتعملوا حملات في المناطق العشوائيه كده؟ في ناس ما عندهاش الثقافه، ويمكن حسن دور، يعني هو ابتدى يدور ويشوف، طب في خاص، طب في حكومه. في ناس ما عندهاش الثقافه دي، عنده ثقافه ان انا يا هروح مستشفى العباسيه يا اما هروح بقى على حساب الخاص. اوكي. يمكن حسن اثار كلمه جميله جدا، وهو بيتكلم في موضوع مهم، الثقه في العلاجيات
وبالاخص الصوره المتصدره عن التعذيب في الاماكن الخاصه أوه. والمستشفيات أوه. الحكوميه. يا جماعه ما فيش الكلام ده كله، العلاج بالكهرباء ده علاج، ده بيعذبوا المرضى بالكهرباء، لا ما فيش الكلام ده، غلط خالص. تمام. فالفكره ان في معامله، وفي حاجه اسمها لجنه حقوق مرضى، في حاجه اسمها حقوق للمريض النفسي هي دي ومريض برضو من الادمان. المعلومات المغلوطه برضو اللي هي الميديا عندنا وبعض الافلام وصلتها للناس. بالظبط بالظبط. ويمكن هي الصوره المتصدره جت في العلاج، وده بيأثر اكتر على الجزء الخاص بطلب المساعده لحسن او غير حسن من ناس صح كتيره من الشباب. فبنقول لكم لا ما تخافوش، على فكره في صندوق الخط الساخن، في نموذج حقيقي للنجاح متجسد، وبنقول لكم صوره حلوه ورساله قويه هو مثال وكلها امل يحتذى بيه. ونجاح. والله انا فعلا فخوره بيك جدا يا حسن، وفخوره باي حد بطل وقدر ان هو يتعافى ويطلع من الدايره دي لا ده فعلا. حقيقي، ده حقيقي. هو اللي عايز بيعمل، يعني صح طول ما انت عايز تعمل حاجه بتعملها، أه. مش مهم في وقت قد ايه، يعني فعلا هو مش مهم في وقت قد ايه، بس انا اعملها. يعني انا دي، يعني انا كان في مقوله كده بتقول ايه، يعني هو انا بشرب ربنا واقف معايا وساعدني في حاجات كتير قوي، وانا ببطل هيسيبني لا كده يقف طبعا جنب؟ اكيد صح. بس انا كمان عايزين نسأل حسن، انا عايزه اعرف بعد بقى ما خرجت وروحت البيت ايه بقى؟ بعد ما خرجت وروحت البيت بصراحه انا طلعت على البيت على طول، قعدت مع والدتي 3 4 ايام. اصحابك بقى لا ممنوع الكلام ده. هو البرنامج اساسا بيتكلم، هو خطوات، هو 12 اها خطوه او 13 خطوه بالظبط. بيتكلم. يعني الخطوه الاولى دي بتتكلم عن اماكن اشخاص اشياء، اماكن اشخاص اشياء، يعني اي مكان فيه تعاطي ما ينفعش اروحه، اي هو شخص مديك بقى اسلوب حياة انت خارج اسلوب حياه انا مش هتمشي بيه. بيه. انا بتعمل لي خطه وانا طالع من المكان بمشي بيها، اللي حلو هو انا جدا هعمل ايه في يومي، اللي هو انا اصحى الصبح هصلي، هصحى ادعي، اقوم من النوم هدعي، هصلي، ما شاء هلعب الله. لا رياضه. يا دكتور ده طب والاشخاص يا حسن ليه هم بالنسبه لنا، يعني بنبعد ليه عن الصحاب دول اللي حاجه جميله وجدعانه وكده؟ انت النهارده مش هتبقى شخص اصيل، يعني لا، اما حد ما يبقاش صاحب جدع مع انا صاحبه. يعني كانت بالنسبه لنا صعبه، يعني كانت بالنسبه لنا في المركز لما قالوا لي هتبعد عن صحابك 10 عمري 25 سنه هبعد عنهم، طب ازاي هبعد عن صحابي 25 سنه؟ فاتضح لي اساسا ده اللي انا كله يا دكتور صحابي ولا تصطيف؟ يعني اللي كان بيحرضه على كده او معاه في كده، ولا كان الموضوع لا كله؟ الفكره كلها ان في حاجه اسمها ارتباط شرطي ما بين الذكريات ونمط الحياه القديم وما بين التعاطي. فالنهارده في مثير بيبقى ليه ارتباط شرطي باستجابه معينه، فمثير الاشخاص اللي انا متعود معاهم القعده اللي الحلوه هو والصحبه اول ما الجميله هشوفه والشكل فهحن اللطيف بقى. ده، فانا متعود باستجابه التعاطي معاهم. فبالتالي انا النهارده لو عايزه ان انا اتعافى واخد طريق النجاح واخد طريق التعافي وابقى النهارده اشتريت صحتي واشتريت اهلي واشتريت نفسي قبل كل ده كله، فانا هحس باحاسيس لطيفه جدا، فهستغنى عن الكفه اللي هي اساسا مش ربحانه صح، ولا تمثل اي شيء بالنسبه لي، وما ويبتدي حياة فيهاش جديدة بقى. مفاهيم الصداقه الحقيقيه، لان أها. الصداقه الحقيقيه فيها تحفيز وتشجيع على الطريق الصح والاستمراريه. لكن حقيقي. النهارده مفهوم الاستمراريه في التعافي هو حقيقي موجود مع طريق التبطيل، لان انا النهارده بستمر في النجاح، بستمر في رعايه ذاتي، بستمر في رعايه اسرتي وحتى الاصدقاء اللي بيخشوا بنسميها الدايره البيضاء مش الدايره. خلاص بقى ناس تانية بشكل جديد بمفهوم ما انا جديد. ربنا صح بيعوضني برضك باصدقاء تانية. يعني انا قلت طبعا ازاي اسيب اكيد. صحابي القديمه، قلت ازاي اسيبها، بس لقيت نفسي استغنيت عنهم وربنا عوضني بصحاب افضل. اكيد. ربنا عوضنا عنهم بصحاب افضل، صحاب التعافي. وقعدتكم اكيد اختلفت وكلامكم لا، اختلف. اما ما بقعدش مع اصحابي اللي لا بتشرب، انا بتكلم بقى على اصحابك الجداد الصحاب خلاص الجامدين بقى بقى. اللي هم اللي كانوا اساسا بيبعدوا عني، يعني هو انا بشرب اللي هم اساسا النضاف اللي كانوا بيبعدوا عني، لكن لما بطلت وتعافيت وربنا كرمني لقيتهم هم واحد واحد بيقرب مني وعايز يكلمني وعايز يقعد معايا وعايز يتعرف عليا. جميل. فانا ازاي، طب انا ازاي اسيب صحابي القدام؟ فربنا عوضني من ناحيه تانية، عوضني بناس نظيفه، عوضني بناس انا بحبها وكنت بتمنى اقرب منها من زمان، بس لقيتهم هم اللي بيقربوا مني. يعني انا لما بطلت وربنا كرمني وتعافيت لقيتهم هم اللي بيقربوا مني مش انا اللي بقرب ليهم. نظرة المجتمع اختلفت يا حسن صح؟ كتير. كانت الأول مأثرة عليك. كانت الاول انا الاول ما كنتش شايف حاجه كويسه، يعني ما كنتش شايف حاجه كويسه اللي هو خلاص انا هفضل طول عمري بشرب، انا مش هبطل،
انا هفضل طول عمري كده. بس لا، انا لما ربنا كرمني وتعافيت لقيت الدنيا جميله، انا عايش سني يعني، انا حاليا عايش كمان سني. قوي يا دكتور. حضرتك كنت قايله لي ان انت تستخدمي مثلا مدمن متعافي، واسفه طبعا على اللفظ، لا انت خلاص انت كمان. بطل، لا هو كله انت في فخر حته ان هو تانية. فحضرتك طبعا انت هنا بتستغلي حسن انه مثال يحتذى به، وبتستخدميه في جزء من العلاج او من الفريق، صح؟ انا مع مصطلح المساعده والاستخدام وليس مصطلح الاستغلال، تمام. لا مش ولكن استغلال خالص، بالظبط، بالعكس. لان على مستوى العالم، تمام، الشخص الوحيد اللي يقدر ينضم للفريق العلاجي هو المدمن المتعافي، لانه قادر على التحصيل واستخدام المعلومات وخبرته الشخصيه بقوه صحيح، وخبره وامل، ونقلها لاصدقاء تانيين، ونقلها لعدد من المستفيدين حقيقي. من الرساله دي. فبالتالي احنا النهارده بالعكس، ده هو بيحصل له حاجه اسمها زي السيلف ستيم، وبيبقى طبعا في روح جميله في المساعده واحاسيس طيبه. ويمكن انا حابه ان انت تعرضي برضو المجموعه، بما ان اتكلمنا عن الصحبه والمشاركين احنا والدايره كان معانا صوره للدكتور، لو ممكن الكنترول ينزلها لنا. هم عرضوها واحنا بنتكلم ومسترسلين يعني. كويس. اهي معانا على الشاشه تاني. فبنشكر كل المجموعه كل دول اللي متعافين يا دعمت دكتور. بعضها طبعا. ولو احنا جينا اتكلمنا عن العلاج، فالعلاج في جماعه المسانده الذاتيه الان ايه ال 12 خطوه اللي بتقدم الدعم الحقيقي وبيبقى فيها مواقده قويه، والعلاج النفسي ما بين العلاج المعرفي السلوكي في تغيير المعتقدات والمفاهيم واساليب العلاجيه، العلاج بالرسم والعلاج بالسايكودراما وتجسيد الادوار. فالفن كمان حلوة. على فكره ليه مدلول جميل جدا. انا شفته وانتوا بترسموا. ده جميل، لا جميل حاجه جميل، جميله وانت جدا مشاركاهم و حقيقي. هم بروح اللي جميله بيشاركوني بجد وهم يا اللي دكتور. بيدوني وبيضيفوا لي السعاده، لان لو انا بفيد فهو انا بستفيد اكتر كمان بتجارب حقيقيه وجميله طبعا جدا منهم. اكيد. وحقيقي روح الانتماء والحاجه للانتماء دي من اهم الحاجات. الحاجه طبعا اكيد. للانتماء مهمه جدا 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 في احساسي انا كفرد في المجتمع بشكل عام. الاحتياج النفسي ده مهم قوي. الاحتياج النفسي ده مهم اكيد. في ايه؟ في ان انا احس ان انا منتمي لجماعه مدعمه. واغلب المشاكل بتحصل وبنكمل من بعض. الاضطراب النفسي. الاضطراب النفسي اللي هو ده في حد ذاته بيدخلنا في امراض اصلا. بيدخلنا في بؤر ارهابيه، دي حقيقه فعلا. بيدخلنا في مسخ للشخصيه ومسخ للهويه. وان انا النهارده اي حد يعنيني برين ووش ويدخلني لجماعته، فطبعا في بعض اللي بيسقط ما انا في ما عنديش اصلا، في عندي اسقاط نفسي، بيسقط فبالتالي في خلاص الحفره انا دي طبعا المراهقين بالاخص، لان للاسف. طبعا يعني لسه بيكونوا الايجو، لسه بيكونوا الشخصيه. فبالتالي انا ازاي النهارده هيبقى عندي مشكله في الانتماء؟ طب ما انا هروح ادور عليها بره، صح، هروح ادور عليها بره، بس للأسف ممكن تكون يا بشكل سلبي. دكتور. خلصت حلقتنا، وفعلا كنت مبسوطة معاكوا جدا ونورتوني بجد. فخورين بيك يا حسن بجد فعلا، وانت مثال يحتذى بيه. ويا رب كده ان شاء الله نجيبك في حلقة تانية، والدكتور تكون معاك، ويكون عدى 5 سنين وسنتين، وكل سنة هنجيبك ونتأكد ان انت خلاص إن شاء تمام الله. يعني. ان شاء الله. شرفتني يا دكتور مرسي بجد، جدا ومرسي لحضرتك، جدا شكرا على جدا. معلومات حضرتك. للأسف خلصت حلقتنا، وانتظرونا مع بطل جديد في حلقة جديدة من أبطال مجلة. شكرا.